خليني اقول لحضرتك بنقطه مهمه برضو يا كابتن اسلام، ان طبعا الاتحاد المصري كان اعلن عن طاقم تحكيم لقياده هذا اللقاء بقياده الكابتن محمد عادل وهيعاونه سمير جمال وهاني خيري. نقطة مهمة ان اخر مباراة قادها محمد عادل للنادي الاهلي كانت هي مباراة الاهلي والزمالك اللي كانت انتهت في الدور الاول بفوز النادي الاهلي بخمس اهداف مقابل ثلاثة اهداف، او المباراة اللي احنا بنقول عليها دايما او اتقال عليها كابتن اسلام ان هي مباراة فرق هدفين. فنتمنى طبعا التوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراة الغد باذن الله كابتن اسلام. انا بشكرك جدا زميلنا وصديقنا العزيز فاروق صلاح، الحقيقه عاملين شغل رائع جدا وكالعاده الحقيقه دائما قناه النادي الاهلي بتكون متواجده في كل هذه الامور.